الثالث من ديسمبر من كل عام هو اليوم العالمي للإعاقة. يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وزارة التعليم لم تغفل عن هذا اليوم الذي يخدم الطلاب من هذه الفئة الغالية علينا جميعا. إدارة تعليم غرب الرياض أحد إدارات التعليم حول المملكة، والتي احتفلت بهذا اليوم لزيادة الوعي وانخراط الطلاب من الفئات المختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم الرياض الآن تسعى إلى تجديد البنية التحتية لمعاهد التربية الفكرية وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام. أشكر الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا نخدم هؤلاء الفئة، وأيضا آبائهم يعني الأجر الذي سوف يصلهم من الله سبحانه وتعالى جراء هؤلاء الفئة. نقيم سنويا مناسبة هذه بالاحتفال باليوم العالمي ومشاركة أبنائنا من ذوي الإعاقة، وتكون دائما برعاية من مدير عام التعليم منطقة الرياض. في هذا اليوم تم إعداد طبعا البرامج، اللي كان هناك برنامج إلقاء وكذلك محطات رياضية ومحطة ترفيهية، كان هناك إفطار جماعي، كان هناك أيضا معرض للتربية الفنية، كان هناك مشاركة لمواهب الطلاب من جميع الإعاقات. تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 للمستقبل الذي نريد، كان هذا شعار اليوم العالمي للإعاقة، وقد حققته وزارة التعليم ببرامجها الفاعلة في هذا المسار. من أهداف التربية الخاصة الآن اللي احنا شغالين عليها العمل على عدد توظيف أفراد التربية الخاصة. احنا عندنا مشروع مع شركة بندة لتوظيف طلاب التربية الخاصة، هذه السنة الثالثة، مجموع اللي توظفوا تقريبا حوالي 100. المجموعة من المسارات الآن تعمل في برامج التربية الخاصة المدموجة في التعليم العام، البعض منها من الحالات التي لا تستطيع الاندماج في مدارس التعليم العام تبقى في المعاهد أو في المراكز. اليوم العالمي للإعاقة يهتم بالإنجازات والاهتمامات والخدمات الاجتماعية والإقليمية كذلك المختصة في التربية الخاصة من جميع فئات المجتمع، ويجب على كل فرد من المجتمع أن يكون عضو فعال في خدمة ذوي الإعاقة. احتفال بهيج يحقق التنمية المستدامة، والتي تجعل من ذوي الاحتياجات الخاصة أشخاصا فاعلين في المجتمع. لقناة عين، طلح المختار، الرياض.